المناسبات الطيبة دي يعني احنا كلنا بنهني بعض وبنسلم على بعض وبنتمنى لبعض الخير والسلام على كل المستويات، سواء بنتكلم بقى ما بين الرؤساء والملوك او على مستوى الشعوب. والمناسبة دي خليني اقول لحضراتكم ان النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى عدد من رسائل وبرقيات واتصالات التهنئة من الاشقاء العرب، سواء بنتكلم على سلطان عمان، على امير قطر، عدد من الملوك والرؤساء هنا في الداخل المصري، رئيس الوزراء هنا الرئيس، وزير الداخلية، والقوات المسلحة. واحنا بينا وبين بعض بكل تأكيد لازم نهني ونبارك ونبقى دايما جنب بعض، وده اللي احنا محتاجينه، محتاجين هذه الأجواء الطيبة تتنقل بشكل إيجابي لنفوسنا وقلوبنا.